هيا نم هيا نم يا صغيري، هيا نم اذهب للنوم. كل القلوب قد تعبت وامتلأت بالهم، لكن الله سيذهب عنا كل غم، وستصفى القلوب من كل هم، وسيجتمع الأحبة في كل يوم، وستعانقك أمك في كل يوم. نم يا صغيري. ما شاء الله يا شجاعي، ما شاء الله، ما شاء الله. بقي القليل أورام، بقي القليل. ستلتقي بوالدك ووالدتك، بقي القليل. إن لم تصدري صوتاً سيلتقي بوالده ووالدته يا عائشة. سيدة مالون، كيف دخلت إلى هنا؟ أتيت لأخذ أورهان، دعيني أخذه بهدوء. هيا أعطني ابني يا أختي، مكانه مع والدته. ألا أعلم، أنا أم أيضاً، كما أن أورهان اشتاق لوالدته. هيا لتأخذي ابنك. يا بني، أقول الحمد لله، لنخرج بينما يتبادلون المناوبة. إياكن أن يمسكن بكن، كنا حذرات. اطمئني سيدة عائشة، ينتظرنا محاربان. حسنا، هيا يا أيقول لنذهب إلى السيد عثمان. هيا، سيهدأ شوق السيد عثمان لابنه. توقف توقف، فلنلف، الجو بارد في الخارج. اذهبوا بحفظ الله. هيا سلمت أختي. هيا هيا. سأقطع نسلك يا عثمان. أديب علي، ستلقى عقابك أنت أيضا، سأملأ هذا الخان بدمائكم، سأغرقكم بتلك الدماء، سأغرقكم. اهدأ قليلا جيخاتو، سأتحدث مع أديب علي. لم يعد الوقت وقت الحديث يا جوندوز، الوقت هو وقت الحساب، سأحرق سوغوت. جيخاتو، سأخرج أحصنتي متى شئت، وسأخرج محاربي متى شئت أيضا، لكن أترك سوغوت وشعبها براحتهم. أنت بحاجتنا، ولا أحتاج إلى بغالكم، ولمحاربنا لا يملكون سيوفا. جيخاتو، أسرع الأحصنة لدي هنا، وأشجع الرجال لدي. برأيي لا تتهور وتهزم لغضبك، أنت تحتاجني في هذه الأراضي. كلما تتحدث أنت يثور غضبي أكثر، لا أود التحدث أكثر يا جندوز. ستشترك في جيشي بألف حصان وألف مقاتل عندما تتلقى الأمر. اخرج. فلتبحثوا تحت كل حجر اينما كان عثمان، جدوه. تحت امرك سيد يخاتو.
إياه! أقتلوا عليه! أيها الجنود! لم أثق بك في أي وقت يا كنور. كنت واثقا أنك خائن. وأنت أيضا عبد مأمور. لا تدعني أضحي بك. كان الوزير يحبك يا كنور. سيحزن كثيرا. لا يملك الجميع الوقت الكافي لاختيار طرفهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الجنود، لننسحب. هيا لنعثر على عثمان. علينا أن نعثر على آثارهم أولا. الآثار أولا. علينا أن نعثر على سيدي قبل هؤلاء الكلاب. يجب أن لا يرونا معا. لا نعرف من الذي سنقابله. معك حق، فلتسلم. أخفي وجهك وتعال. هيا تعال معي. هيا